نذهب إلى ستيم سيلز وإلى آخر كان، لكن فوائد كثيرة للجميع أعلم، حتى نستطيع أيضا نشرح هذا لأن حتى ما يكون على حساب الموضوعنا. نعم، قلة المياه فيتسبب عدم وجود مكان الحركة، فيحمي الجنين من الصدمات الواقع عليه من الرحم، وأيضا حفاظ لحرارة جسم الجنين. المعادلة الأولى، كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. نعم كثير، إذا مش على سريع. نعم ما في مجال امتداد 15 دقائق. إن شاء الله. طيب، لكل اكتشاف علمي يجب يواكب نظرية علمية. H2O على السريع، الماء هو مصدر خلق، مصدر الحياة، وإذا الماء يوفر لنا الحياة. الشمس التي توفر لنا الحرارة تقضي على البكتيريا الضارة في سنات من علمان دونز بلانت بس باختصار. والحرارة كما سلفت الذكر تقضي البكتيريا الضارة وتذوب الدهون وتعدم السموم. فإن الشمس التي توفر لنا الحرارة أي السخونة إذا توفر لنا الصحة الجيدة، أي الماء ما خلط الحرارة السخونة يصبحان ماء ساخن، أي حياة صحية، أي معجزة. النظرية الثانية، طبعا ما في البداية كما أسلفنا الذكر حتى من عيد الكلام على هيدروجين، هناك يعني مسائلات كثيرة، وأتمنى حتى يكون وقت المناقشة يعني حتى أستطيع إذا أردتم أو إذا كان في بعد هذا المحاضرة جلسة نوضح لكم كيف توصلت إلى أن فعلاً، وهذا كان تناقض كثير جدا مع كثير من العلماء في الفيزياء والكيمستري ان لا يمكن تحصل على الهيدروجين من الماء. انا توصلت ان فعلا يتفصل الهيدروجين مع الاكسجين فقط بعامل حراره وليس بعامل الكترولايزس. الكترولايزس عامل صحيح يعني ممكن لا استنكر، بس هذه الطريقه الطبيعيه جدا. عموما كم ماذا يقولون العلماء عن الهيدروجين؟ اي الماده الغذائيه الاكثر رغبه في الجسم. الاكسجين يحرق الهيدروجين في الغلاف الجوي من اجل استنباط الطاقه التي تغذي السامنة، فان الهيدروجين وقود الحياه. سيارتك تحتاج الوقود، فانت تحتاج وقود اي ماء ساخن حتى زيد قوة جهاز مناعة وغيره وغيره وغيره. إذا هنا هذه النظرية التي أشارها ألبنز جورج السنة بعد قليلة، بس حتى ما يكون على نعم على السريع، يتكون الماء عندما يقوم الأكسجين بحرق الهيدروجين. هذه عملية التباخر والتكثيف وكذا، فدورة المائية. فإذا إذا كان العالم السنة بعد ذلك إذا عندما نحرق الهيدروجين بداخل أجسادنا، فإن الطاقة التي تتحرر تقوم بتغذية أجسامنا، أي الهيدروجين أي المادة الأساسية المضادة للأكسيد وليس أنتيبيوتيك، سايد افكتس معروف لكن هذا طبيعي جدا. إذا الهيدروجين من أجل الصحة الجيدة، أي الماء الساخن أي خلط بين الأكسجين والهيدروجين مع الحرارة يصبح حياة صحية، إذا معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. من فوائد الهيدروجين، جسم الإنسان يخزن الهيدروجين بداخل أنسجتك، هذا مهم جدا. الهيدروجين يغذي خلايا الإنسان بالماء. يتكون الماء عندما يقوم الأكسجين بحرق الهيدروجين، أنطوان لافوازي 1783. الهيدروجين المادة الأقل وزنا وقياسا المعرف بها في العلم، ونظرا لصغر فإنه يمر بسهولة إلى كافة أجزاء الجسم. طيب عندما قبل ما عندما قال ألبنز جورجي يتكون الماء عندما يقوم بالأكسجين بحرق الهيدروجين، يعني عملية تبخر الماء، كيف تبخر هذا؟ من وين أتى هذا الهيدروجين؟ هل من الغلاف الخارجي يعني لا أتى من طريق عامل الشمس على المحيطات وتبخر يعني الأملاح طبعا خرجت أملاح بطريقة التباخر ووصل إلى طبقة طبعا ما نستطيع نشرح بذلك. عموما طريقة العكسية عندما يعني يكون يعني يتكون يعني الهيدروجين من خلال عمل حرارة على الماء، لأن الوقت نحاول يعني 5 دقائق. طيب إن شاء الله لا تتحرك أي من الإلكترونات في الغلاف الجوي أي إلا أن يرافقها الهيدروجين. ذرة الهيدروجين مادة الأصغر بل هي تمتلك أكبر قوة فعالة مضادة للسموم، تخزن أنسجة الكبد أكبر كمية من الهيدروجين. طبعا ما نستطيع ندخل في على السريع، بس يعني ألبنز جورجي الذي طبعا قال هذا توصل لهذا الموضوع الهيدروجين والكبد، إذا ترون من أين يستفاد الإنسان
أن يكون حوض الهيدروجين، أحواض الهيدروجين في أعضاء جسمه، منها أول شيء في الكبد ثم الأمعاء وغير غير. أكبر كمية في الكبد لحماية الكبد من السموم، ومعروف الكبد هو يحمينا من السموم. فمع تقدم في السن يحصل استنزاف الهيدروجين، لماذا؟ لأن تناسينا موضوع العودة إلا من أين آتينا، العودة إلى تناول ماء ساخن، وحتى تستوعب هذا الهيدروجين مرة أخرى تدريجيا وتحافظ على بقاء وجود هذا هيدروجين بول، أي هوض هيدروجين كميته. فيحصل استنزاف، هذا هو الذي يجعل الإنسان مع تقدم في السن فيحصل يضعف جهاز المناعة وغيره وغير، تجعيد الجلد وهذا. وأنا ما إن أنا عمري 50 سنة ولا توجد تجعيد العد جلد، بالعكس جلد ناعم بإمكانك حتى أي حد يجرب، ولسه مدح لنفسي، أريد أنقل العلم مع الآخرين ومشارك الآخرين. طفل 7 أشهر نفس الجلد، بإمكان حتى بعد قليل تجربوا هذا تشوف بالمس يعني. عموما الحمد لله مع عمري 50 سنة جسمنا يخزن الهيدروجين، وطبعا تحدثنا عن هذا موضوع حوض الهيدروجين وموضوع الكبد باعتبار هو السرطان مهم جدا، لذلك توصلنا الحمد لله شفاء ايضا امراض سرطانيه، لان لا يوجد هيدروجين داخل الخلايا السرطانيه اطلاقا، خلاص اذا ما استعاد ما شرب الماء ساخن فممكن يقضي على الخلايا السرطانيه. طبعا ما نستطيع ندخل بهذا موضوع تكوين الجسم الانساني يتكون بالكامل 75% ماء، الجميع يعرف هذا كلام من عالم دكتور باتمنجليج، كما ترون اكثر كميته في اعضاء جسمه اكثر يعني تكون الماء. وطبعا جسم الانسان يعتمد على هيدروجين الماء، فعندما يحصل نقص الماء فان الجسم يشفط من نفسه الماء، فهذا هو الذي يحدث التدهور الصحي. الشمس، موضوع الحراره، موضوع الشمس، يقولان العالمان داونز بلانس بان اشعه حراريه مع دوما، فالشمس تبعث اشعه حراريه مع دوما الرؤيه والتحت البنفسجيه، فهي تقضي كافيه ان تقضي على بكتيريا الضاره في الغلاف الجوي، بكتيريا الضاره. فاذا اختفت الشمس لمده ساعه فلا يوجد اي كائن حي يستطيع يعيش، سبحان الله حرارة. اذا هذا هو كافيا نعم. طبعا ما نستطيع اذا ناتي في هذا الوقت، كنت يعني كان حسابنا على اساس 40 دقيقه لكن حتى نعطي وقت الموضوع. بس الهرمونات كل شيء اعضاء جسمه، كما يقول دكتور باتمنجليج العالم الامريكي من اصل ايران، يقول ان عندما تتناول كاس ماء، هو يقول عن ماء فاتر، انا هنا توصلت ماء ساخن، فانا اقول امسك طبعا من مع دكتور باتمنجليج، لكن موضوع ماء ساخن يعني موضوعنا، عندما تتناول كاس ماء ساخن فتقوم الغده بافراز هرمونات. الجميع يعلم من فوائد الهرمونات، منها تتحكم في اعصابنا، في عمليه الرفاه، في عمليه في وحظم الطعام والى اخره، يعني ما نستطيع ناتي في التفاصيل، حتى عمليه السكر، مرض السكر الذي توصل انه سيكون يعني مثل 80% في الخليج في عام 2020 مصابين بالسكر، هو اكثر مرض انتشار في العالم حتى، لأن البنكرياس فشل في إفراز الأنسولين، والبنكرياس واحدة من الغدد التي يعني تفرز الأنسولين، واحدة من الهرمونات، وعندما يحصل هذا عندما مع تناول ماء ساخن فيقوم البنكرياس بفرز الأنسولين ويضبط مستوى السكر في الدم، وأيضا شفاء من نعم. طريقة تناول بإمكان حتى لأن الوقت أي حد من أراد، لكن هناك مرحلتان هامتان جدا، الصباح واقفا قبل غسل أسنان كأسان أو جلاسان أو جلاس واحد نص لتر، أو كأس واحد قبل تناول الوجبة أي العشاء والغداء، وأيضا إفطار إذا كان هناك متسع الوقت، وهناك شرح كامل لماذا نقول هذا هام جدا جدا جدا. حرارة الماء 50 درجة مئوية، وكمية الماء اللي تقريبا ربع لتر نعم. طبعا أمراض شفيعات على السريع، هذا طبعا كما ترون نعم، نأخذ على السريع نعم. طيب نعم، الروماتيزم، جس ضعف جسدي والجنسي، الشلل، الارهاق، التهاب المعده وغير وغير، الامساك، مرض الاعصاب، امراض جلديه، مرض الزهايمر، مرض المهم، هذا كلها ما توصلنا بحمد الله تعالى خاص بالنساء، والبروستات والسكالت فيفا اي الحمى. طبعا هذا النقاط التي لم تغطيها المحاضره كثيره جدا، لا يوجد متسع الوقت.
نعم، وأيضا هناك أدلة يعني من الذين شافوا، ومن شخصيا أنا كنت أعاني من أمراض مزمنة، عندي تقرير من اللجنة الطبية في مستشفى الشرطة عمان سلطانية في عمان، تأكيد شفائي أنا بدايته كان بداية من عنده، من أمراض الربو والصداع النصفي وألم أسفل الظهر وحساسية الجيوب الأنفية. عندما بدأت تتناول البخاخ للربو سبب لي يعني صراحة الصداع النصفية، فبعد فترة فكان يحصل لي فقدان الأعصاب وانهيار كامل، لكن عندما توصلت هذا توقفت استخدام الأدوية، آمنت وقلت أدوية لن تنفعني، هذه كلها قد ربما تنفعني لكن تضرني أكثر ما ممكن تنفعني. فعندما بدأت فتوصلت هناك أدلة موجودة، تقرير من اللجنة الطبية موجودة، إذ بس عشان متصل الوقت بإمكان إحنا نعرض بعد هذا المحاضرة حتى ما يكون على حساب أخوان يعني محاضرة. بالنسبة أيضا حتى زوجتي وأيضا كثيرين من الذين شوف حتى نقص المناعة كيف نزل الحمض النووي من 35,000 إلى 6,000 موجود، والأدلة موجودة. طبعا اكتفينا بهذا، أخذنا حساب وقتكم الثمين، نسأل الله تعالى توفيق الجميع، جزاكم الله الخير، بارك الله فيكم، أحسنتم. نشكر المهندس فارس بن راشد على المحاضرة القيمة حول الماء الساخن وفوائده، وأتمنى إن شاء الله يعني في المستقبل نشوف بعض الأدلة فعلا العلمية المثبتة اللي ممكن تسند النظرية اللي هو قاعد يطرحها اليوم. طبعا أتوقع الأسئلة بتكون كثيرة في رأسكم، ولكن المهندس فارس طبعا خذ الوقت بالكامل 40 دقيقة، فما عليه، نتقدم لمحاضرة الدكتور عادل بما أن يعني الوقت يسبقنا. فدكتور عادل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة طبعا أنا سعيد أن يكون في فرصة لهذا التجمع ونتكلم على حاجة من الحاجات الجديدة اللي ما يطلق عليها العلاج بالأوزون. إنما أنا ليا بس تعليق صغير قبل ما أبدأ أتكلم على علاج بالأوزون، هو التشابك الطبي الموجود النهاردة ما بين الطب البديل والطب التكميلي والطب الحديث والطب التقليدي اللي متعودين عليه، نظام الدوائي والعلاجي الجراحي. هو في الحقيقة مستحيل نقدر نقول طب تكميلي على كل حاجة أو طب بديل على كل حاجة، لأن في حاجات يسمى فيها طب تكميلي وحاجات يطلق عليها الطب البديل، ولا يمكن تحديد كل نوعيات الطب أو التطور الحديث تحت أحدى المسميات. ولو ضربنا مثال صغير، العلاج الطبيعي النهاردة ده بيتسمى طب تكميلي، لأن طبيب العلاج الطبيعي أو أخصائي العلاج الطبيعي بيكمل طبيب العظام أو الأعصاب بعد الحالات اللي بتعرضوا كسور أو أمراض روماتيزمية أو أمراض عصبية كمثال، فهو مكمل للعلاج الموجود. أما لو قلنا طب الأعشاب، وأنا يمكن كان لي الحظ أن أنا درست السمية في النباتات الطبية في الهند في مركز لكنو بالهند، ده طب بديل، لأن الطبيب اللي بيعالج بالأعشاب بيخرج المريض من كل العقار الدوائي وبيتعامل معاه بالعقار العشبي. وفي ألمانيا اللي هي الأبوتيكة الصيدليات بتبقى أي صيدلية على اليمين أدوية كيميائية وعلى اليسار أدوية العشبية بس بتقنية علمية، فده يسمى طب بديل، ما ينفعش نقول عليه طب تكميلي لأن ما بيكملش حاجة، ولا العلاج الطبيعي طب طبعا نقول عليه إن هو بديل لأن هو تكميلي. دي نقطة صغيرة. وفي طب حديث النهاردة زي العلاج بالليزر، زي الستيم سيلز الخلايا الجزيئية، زي المغناطيسية، زي الأوزون، كل ده طب حديث النهاردة وتطور جديد، وفي طفرات أصبحت كتيرة جدا في الطب. ولكن إحنا ما نتكلم على أي وسيلة دايما بحكم أبحاثنا في رسالة الدكتوراه اللي بنشرف عليها وبنشتغل عليها وبنعلمها للي بيدرسوا دكتوراه، إن لازم تكون على قواعد علمية طبية. يعني أنا لما أجي أتكلم على تخصص الأوزون النهاردة لازم نتكلم كل حاجة بأسس علمية، أو نقول زي الألمان المدرسة الألماني تقول لي في كل جملة بتقولها طبية أو علمية. هندخل النهارده بالنسبه للاوزون. الاوزون ده نشا في المانيا الوقت صغير جدا، فمش هتكلم على تاريخه ولا نشاته، ونحاول اركز بحكم يمكن بقى لي 20 سنه شغل في الاوزون على الاسئله اللي بسمعها دايما وبتدور في اذهان كثير من الناس. الاوزون هو طبقه الاوزون اللي في الجو،
الطبقة دي عبارة عن أكسجين. ذرة الأكسجين لما يكونوا ذرتين يتسمى أكسجين، إذا ضفت عليه ذرة بنفس المواصفات بتسمى الأوزون، ولكن دي ذرة غير مستقرة أو ذرة نشطة أو بنقول عليها الفري راديكال، ودي اللي ممكن هنسمع نقد من بعض الجهات ويقول لك الأوزون سام لأن في الذرة النشطة. هو في الحقيقة هو مش سام، لما نعرف حاجة اسمها الميكانيزم بيشتغل إزاي، هو بيشتغل كمؤكسد وضد الأكسدة، وليه هنشرحها بسرعة برضو إيه الفكرة من الاثنين دول. غاز الأوزون ده غاز ليه رائحة مميزة كلنا بنشمها لما نمشي على شاطئ البحر الصبح بدري، الريحة بنقول عليها اليود، هو ده ريحة الأوزون. أو في نفس الوقت ساعة هطول الأمطار الريحة اللي بنشم الجو فيها بعد المطر هي دي ريحة الأوزون، واللي يجي يحضر يشوف جهاز الأوزون الريحة بتاعته، حتى المرضى ساعات يقولوا لي نفس التعليق من نفسهم، ده زي ما بنمشي على البحر الصبح بدري هي دي ريحة الأوزون. الأوزون سام استنشاقه إلا بتركيز خفيف جدا جدا بعلاج معين، لأن بيعمل تهيب لأغشية الجهاز التنفسي، فغير مستحب استنشاقه رغم إن هو غاز ونشتغل به بشكل غاز، ولكن بشكل جلسات وكل جلسة ليها اسم معين يطلق عليها. وطبيعي في بالدراسات اللي بندرسها للأطباء اللي بيدرسوا الأوزون حاجة اسمها التركيز، وحاجة اسمها حجم الكمية هنديها قد إيه، نوع الجلسات قد إيه، الفترة الزمنية ما بين الجلسات، أو لو هندي جلستين مع بعض ساعات بنراعي حاجات معينة إذا تناول نوعين من الجلسات في وقت واحد. الأوزون طبعا من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا إن هو اسمه أوزون بالألماني الغاز، طبعا اطلق عليه اوزون، دي كلمه جريجي معناها الازرق، لانه بيتحول لسائل بياخد نفس لون السماء، ولون السماء النهارده لازم تعرفوا ان ده نتيجه طبقه الاوزون. كان زمان بيقول لك مياه انعكاس مياه المحيطات، ولكن النهارده اتثبت علميا ده نتيجه طبقه الاوزون، وبياخد لون السماء بالظبط لما بيتحول لسائل، ولكن احنا ما بنشتغلش بيه بشكل سائل نهائي. طبعا هو غير مستقر، وكل ما ارتفعت درجة الحرارة بيبقى انفصال الذرة النشطة أسرع، ولذلك احنا بنديه بشكل جلسات مباشرة من الجهاز للمريض. ما ينفعش ان هو اي واحد يتخيل ان ممكن كوسيلة علاج ياخده معاه ويتناوله بمعرفته، ولكن في حاجات تانية برضه نتكلم عليها اللي هي مية الأوزون وساونا الأوزون زيت الزيتون بالأوزون، وكل دي لها استعمالات معينة لأمراض معينة. احنا قلنا طبعا الأوزون ليه ريحة مميزة، والقرآن ذكر الأوزون يا جماعة وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهي دي ريحة المطر اللي بنشم الريحة بتاعتها، وليه اطلق عليها طهورا. الأوزون هو أساسا في الشغل بتاعنا اسمه أكسجين أوزون ثيرابي، خليط ما بين الأكسجين والأوزون، ولكن أنت تخيلوا نسبة الأوزون لا تتعدى من 0.5% ل5%. وزي الألمان ليه بنقول كده وليه عملنا كده، لأن وزن الأوزون بيزن من نسبة الأكسجين 7 ميكروغرام للمليليتر، من وزن ذرة الأكسجين اللي هي 1.4 جرام في الليتر، يبقى لو عملنا عملية حسابية يبقى 0.5% و5% تركيز الأوزون، ما يزيدش عن كده، لأن لو زاد بيحصل حاجة عندنا اسمها كريمبينج للآر بي سيز، يعني التصاق كرات الدم الحمراء وأشعار الأوزون الأمان 100%، فما ينفعش نديه بتركيز أكتر من كده. ومن هنا اتصنعت أجهزة اسمها الأوزون الطبي، ما يديش أكتر من كده التركيز عشان يبقى فيه صفة الأمان. أما التركيز الأعلى من كده بيطلق عليه الأوزون الصناعي اللي بيستعمل في التعقيم، زي ما نقول كمثال حمامات السباحة الأولمبية، كلمة أولمبي يعني معقم بالأوزون وليس بالكلور، وهو أقوى من الكلور 3200 مرة، رغم أن الكلور صحيا معروف أنه هو بيعمل مواد مسرطنة، الأوزون يحمينا من هذه الصفة. أدي من ضمن الصفات الأوزون طبعا ليس له أضرار نهائي وياخد صفة الأمان. الأوزون قاتل للبكتيريا 100%، يبقى أي أمراض بكتيرية ممكن الأوزون ليه دور فيها، ولما نقول ليه 100% وكمان لا يمكن فيهم يحصل مقاومة ما بين البكتيريا والأوزون، لأن احنا عندنا الجسم الإنسان فيه أنزيمات زمات كلوتاثيون إنزيمز وكاتالاز إنزيمز وسوبر أكسيداز إنزيمز، هذه الأنزيمات لما بتدخل الأوزون للخلية بتمسك الذرة النشطة وتمنحها أنها تقتحم من الإلكترون بتاع النيوكليس ويعمل تهتك او دامج للخليه، عشان كده الناس لما خدت اوزون ما حصلهاش اي حاجه. اما لو الخليه الانزيمات دي قليله فيها اللي هي خليه غير صحيه بيحصل انها تتدمر، وده المطلوب لان المفروض وجودها في الجسم ضار للجسم طبعا، ومن هنا يبقى الاوزون ما بيحصلش منه اي اضرار. اما البكتيريا لا تمتلك هذه الانزيمات، فلما بيخرجها الاوزون بيحصل تدمير ليها مباشرة، وده وصلنا لتفسير علمي ايه السر ان جروح السكر مشكلة الجراح.
ان بيبطل يعمل غيار وفي النهايه يحصل بتر. النهارده الاوزون بالغيار فعلا ودي مهمه جدا يا جماعه بيحمي ويقضي على قرار البتر الجراحي طالما بنتم الغيار بالاوزون. واحنا في احد الجامعات كليه الطب المصريه عملنا رساله الدكتوراه وكنت مشرف عليها نفسر ايه السر ان الجرح يحصل التئام بالاوزون، وتوصلنا لعده ظواهر منها ان الاوزون بيزود الشعيرات الدمويه وبذلك بيعوض عمليه التغذيه عن طريق الدواء او مضاد الحيوي او الغيار للبكتيريا اللي هو اول ما بتخش الجرح مريض السكر اول حاجه بتدمر الشعيرات الدمويه عشان تتحكم وتسيطر على المنطقه، وده اللي بيحصل وتوصلنا للغرغرينة. كذلك الأوزون ليه صفة إن بيشيل أي عملية تمثيل غذائي في الجسم، بيحصل هدم وبيتجمع الدم، وظيفته إنه يشيل هذا الهدم، الأوزون يساعد على شيل هذا الهدم، لأنه قلنا طب الهدم لو فضل هيحصل إيه؟ بيتكون السموم، ودي بتوصلنا في الآخر للأمراض الروماتيزمية أو خلل في وظائف الخلية حسب مكان ما هي موجودة اللي بتترجم بأسماء مرضية حسب وظيفة الخلية. يبقى ده سبب تاني جدا بيعمله الأوزون، بجانب إن الأوزون إحنا عارفين كلنا ناكل حلويات، خضروات، فواكه، في النهاية جسمنا لا يتقبلها إلا بأكسجين وجلوكوز، فتخيلوا إن الأساس الأوزون بيساعد كأكسجين بيخش للخلية ويساعد على دخول الجلوكوز للخلية، وده ليه تفسير علمي كل حاجة لا تفسيرها طبعا 40 دقيقة مستحيل هقدر أفسر وأقول لكم إيه الفكرة اللي بتحصل ونوصل لدي إزاي، إنما بندي فكرة سريعة فكرة الأوزون بيعمل إيه. طبعا الأوزون ده عبارة عن أكسجين، فطالما انه اكسجين يبقى السؤال ليس له ضرر ولا مضاعفات ولا اثار جانبيه، واحنا لازم نسال يعني ايه اثار جانبيه ويعني ايه مضاعفات. الاثار الجانبيه يعني اذا استعملنا اي عقار تظهر اعراض زي حساسيه، جفاف، اسهال، صداع، اذا وقفنا العقار بيختفي الاعراض ديت، دي اسمها اثار جانبيه. اما المضاعفات لو وقفنا العقار يستمر المشكله زي الكورتيزون، بيعمل مثلا بيأثر على البنكرياس، بيسبب مرض السكر، بيعمل هشاشه العظام، ممكن يعمل قرحه، اذا وقفنا الكورتيزون هيستمر الشكوى المرضيه موجوده. يبقى ديت اسمها مضاعفات. الاوزون ليس له مضاعفات ولا اثار جانبيه. للاوزون ثلاث مدارس الحقيقه، المدرسه الالماني، المدرسه الايطالي، والمدرسه الروسي. المدرسه الايطالي والالماني يعني متفقين في حاجات كتير جدا، انما المدرسه الروسي مختلفه، زي طريقه مثلا طريقه في اعطاء الجلسات بنسحب دم ونخلطه ونرجعه تاني. المدرسه الروسي بتستعمل محلول الملح بدل الدم، ودي طبعا نتيجه الحياه سيئه برضه وفي مضاعفات، انما دي لهم مدرسه. الاوزون كان بيتاخد في الوريد مباشره بيحصل حاجة اسمها الاير امبوليزم ويحصل منها مشاكل، فوقفنا الطريقة دي نهائي عشان احنا شعار الاوزون الامان والضمان 100%، والحمد لله لم تسجل حالة واحدة لها مضاعفات من الاوزون الى الان، لان الالمان الحياة بيركزوا دايما الضمان ويكون العقار امن في وسيلة اعطائه للمرضى. انما الروس بيدوه بطريقة بطيئة جدا، ولكن الروس عملوا حاجة الحقيقة نشهد لهم بيها، ان هم في كل كشك ولادة بيحطوا جهاز اوزون ويدوا المولود اول ما ينزل جرعات من الاوزون على وعسى حصل خلل وصول الاكسجين لخلايا المخ. ولذلك في روسيا نسبة المشاكل الذهنية في الاطفال نتيجة مضاعفات الولادة اقل دولة، ودي من المميزات الممتازة جدا. اما الالمان اقل نسبة في اورام السرطان لعنق الرحم وفي البروستاتا، لان انا لما كنت في ميونخ في المركز كان دايما يجوا الالمان يهتموا بعد سن الاربعين ياخدوا جلسات الاوزون للوقايه من هذا الموضوع، بالنسبه للرجاله سرطان البروستاتا، بالنسبه للسيدات عنق الرحم. واشمعنى الاثنين دول؟ للاسف الشديد اللي ليس لهم اعراض الا بعد ما يكونوا تمكنوا من الشخص ويبدا يشتكي ويكون الوقت يمكن اتاخر جدا، فهم بيركزوا في هناك من الحاجات كناحيه وقائيه بالنادي بيها برضه لاستعمالات الاوزون. طبعا الاوزون بيعالج كثير من الامراض البكتيريه، بيعالج في النسبه للفيروسات وخاصه كلمه التهاب الكبد الوبائي. يا جماعه لوقتنا هذا لا يوجد وسيله علاجيه اسمها تعالج فيروس بي او سي الى الان، في تطعيمات احنا عارفين وصلنا لاخر حاجه، انما مفيش كلام علمي حقيقي اسمها يعالج فيروس سي باي وسيله علاجيه ايا كان بما فيهم الاوزون. انما نقدر نقول بنوقف النشاط نعالج مضاعفات اللي حصل النتيجة، ده اقصى حاجة ممكن نقولها، انما ان احنا نتكلم في وسائل الاعلام
او نعشم ونقول التهاب الكبد الوبائي وعلاج ده كلام علميا غير له اساس من الصحه وليس له مراجع طبيه عشان نقدر نستند عليها، لان احنا في الاوزون الحقيقه كل كلامنا بمراجع ومستندات وابحاث موجوده، فما عندناش ولا بحث ثبت النهارده ان هو له دور بالنسبه لفيروس سي الى الان. مش هنتعرض لبقيه الوسائل الاخرى، انما انا بركز على الحاجه اللي مشتغله بيها اسمها الاوزون. كمان الاوزون بيعالج، احنا زي ما قلنا بيحسن الدوره الدمويه، يبقى الام الاطراف بيساعد جدا، الام بالنسبه للذاكره بيحسن جدا. مرضى السكر يا جماعه، وانا شخصيا عملنا ابحاث وحاليا بنشتغل على ابحاث جديده على الستيم سيلز بالنسبه بعد زرع الخلايا والمشاكل اللي حصلت، الاوزون حل مشكله كبيره فيها جدا، ان بيحسن من خليه البنكرياس وبالتالي بيزيد